في اهتمام دولي كبير قوي سواء من وكالات الانباء او المؤسسات الخاصه بالنقل والسكك الحديديه. الاتفاق ده اللي وقعته مصر مع شركه سيمنز لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع. طيب ليه الاهتمام ده؟ الاهتمام ده نابع من ان الاتفاق ده هو الاضخم او اكبر مشروع هتعمله سيمنز في تاريخها من اول انشائها من 175 سنه. شركه سيمنز شركه عالميه كبيره، شركه مهمه كلنا سمعنا عنها. فلما يكون الاهتمام ده جاي من كل وكالات الانباء الدوليه اعرف ان المشروع ده مهم وكبير. ثانيا بقى، المشروع هيوفر فرص عمل لاكثر من 500,000 مهندس وفني وعامل خلال فتره انشاء منظومة القطار الكهربائي السريع يا شيخ. بكل تأكيد هو مشروع ضخم وهيشتغل على 3 خطوط، طول هذه الخطوط حوالي 2000 كيلومتر، عشان كده هيكون سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم كله. بنتكلم عن مشروع كبير ومشروع ضخم. الخط الأول هيربط ما بين العين السخنة على البحر الأحمر، اسكندرية، عالمين، مطروح على البحر المتوسط، وده بطول 660 كيلو متر. ده غير طبعا ان في خط تاني. بس انت الخط التاني بقى يا شاذلي يعني طوله هيكون حوالي 1100 كيلو متر، هيربط ما بين القاهره وابو سمبل مرورا بالاقصر واسوان. ده بالتالي هيكون هيعمل نقله كبيره جدا في حركه التنقل عند المواطنين في وجه قبلي. كمان هيساعد في ربط العاصمه بكل المدن الصناعيه الجديده اللي اتعملت في الصعيد، هيسهل بشكل كبير قوي عمليه نقل البضائع. والخط الثالث بقى طوله تقريبا حوالي 225 كيلومتر، وده هيمتد من قنا وبعد كده الغردقه لحد ما يوصل لسفاجه. طيب نتكلم بقى عن الخطه الزمنيه لهذا المشروع. المفروض ان هو تنتهي في 2025، يعني بعد 3 سنين من دلوقتي. المواطن المصري هيقدر انه يحصل على خدمه التنقل بالقطارات بنفس الجوده اللي موجوده في دول كتيره في العالم، في المانيا، في اسبانيا، وده من خلال وسيله نقل سريعه للغايه 230 كيلو متر في الساعه، وكمان امنه ومريحه. ده غير انه طبعا كمان صديقه للبيئه. نقدر نقول ان في نقله كبيره جدا بيشهدها قطاع النقل في مصر. بنصبح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.